السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مقطع جديد. عندنا لعبة جديدة، تدروني نسيت اسم اللعبة، والله العظيم اني نسيت. اتوقع بلان بي تيرفور. فكرة اللعبة ان حنا في كوكب في الفضاء، واللعبة استراتيجية بحتة، يعني حرفيا اذا مخك استراتيجي تعرف تعيش راح تقدر تعيش. ومن زمان على الالعاب اللي زي كذا، فعشان كذا قلت لابد اننا نصورها ونستمتع مع بعض. فحياكم الله في اللعبة الجميلة هذه، حرفيا شفت لها مقطع كذا على السريع وعجبتني مرة، فقلت لازم اني اصورها ونستمتع مع بعض. مهمتنا في هذا الكوكب، عندنا مناطق لو تلاحظون للأمانة والله بالصدفة مكتوب نيو رياض، الرياض الجديدة، وعندنا هنا نيو سنغافور، سنغافورة الجديدة، وهنا عندنا نيو ريو دي جانيرو. هذه مدن عالمية، وبالصدفة طلعت مدينة الرياض من ضمن المدن اللي موجودة هذه. المهم هذه مناطق، كل منطقة فيها مركبة، المركبة هذه فيها ناس، لو تلاحظون عندنا رقم 9 فوق، يعني عندنا 9 مواطنين في المنطقة هذه. وتوقع هنا برضو في مركبة ثانية برضو فيها 9 مواطنين، أو مجموع المواطنين عندنا بشكل عام 9 في كل الأماكن. فالمدن هذه تحتاج موارد، مهمتنا حنا أننا نستوطن الكوكب الفضائي هذا ونجيب فيه موارد ونخلي الناس اللي موجودين هنا يعيشون بالموارد اللي حنا نطلعها. فلو تلاحظون عندنا أماكن ملونة هنا، المنطقة هذه لون، هذه لون، هذه لون، كل لون له معدن مختلف عن الثاني. زي ما تلاحظون هنا عندنا، يا أخي المشكلة الزوم مرة سريع، هنا آيرون أو حديد، الآيرون هذا أو الحديد هذا نقدر نستخرج نستفيد منه، هنا عندنا معدن آخر وهلم جرى. فخلونا نبدأ، وحياكم الله مرة أخرى في لعبتنا اللي إن شاء الله تكون جميلة وتستمتعون فيها وكلنا نستمتع مع بعض ونلعبها أكثر من مرة. طيب المشكلة إني قعدت أسولف واجد والوقت يمضي، ولو تلاحظون المدة فوق مرت سنة، مرت سنة، الزبدة انه يعني مرت سنة، الأيام هنا مرة سريعة في المنطقة هذه. فعشان كذا خلونا أولا ندرس الموضوع بعدين نبدأ نشتغل حبة حبة. أولا لو تلاحظون عندنا منطقة حديد هنا، من المهمات اللي المفروض أننا نسويها، المشكلة هنا عندنا تعليمات ودي أسوي لها سكيب، بس هذه إكستراكترز أو حفارات أتوقع اسمها، أي مستخرج، خلونا نقول شيء يستخرج شيء. فالمستخرجات هذه او الحفارات هذه نقدر نحط واحد هنا ونحط واحد هنا، واحد هنا، واحد هنا. فكرتهم هذول يستخرجون معادن من تحت الارض او يستخرجون حديد، بس قبل هذا يبغالنا نحط لهم ديبوت. الديبوت هذه نقطة تجمع للمعادن، يعني لو نحط النقطة هذه هنا نقول له انك تجمع ايرون، تمام؟ نحط النقطة الثانية هنا برضو نقول لك جمع ايرون، هنا نقطة ثالثة. النقاط هذول كلهم وين يجمعون الموارد هذه؟ يجمعونها في البلانت هذا او المصنع هذا، نقول له برضه انك ريسيبيز، لا هذا فاكتوري هذا ولا شو؟ او هذا مصنع، لا 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 تصنع اشياء الحين، كيف احذف والدين اذا ما ابغاه؟ يا خوي والله اني بالغلط ابغى احذفك، والله ما ادري كيف احذف، لكن او هذا هذو، توكل على الله توكل على الله. حلوين، نبني مصنع ويقول لك حط المصنع هنا. وي شوفوا شوفوا هاي وين رحنا؟ الو اي هنا هنا، شوفوا بشرح لكم باختصار عشان ما تتلخبطون. المستخرج يستخرج حديد، وخر انت خلاص. المستخرج هذا يستخرج الحديد، الحديد يتجمع في النقطة هذه، بعد ما يتجمع الحديد او الاور حق الحديد يروح للمصنع، المصنع يحوله الى ستيل، وبعدها نروح عند شيء اسمه اسمبلي، الاسمبلي هذا يحول الستيل الى اشياء نستفيد منها، يصنعها يعني. فهمتم؟ اتمنى انكم فهمتم. عموما العالم موقف حاليا، فعشان كذا ما قاعدين ننتج اي حاجة، فخلونا نقول بسم الله على بركة الله. تشوفون الحديد بدأ يتجمع، وتشوفون الطائرات الصغيرة هذه مهمتها انها تاخذ الحديد تنقله من منطقة الى منطقة اخرى. او هنا عندنا ليفلز، تشوفون احنا الحين ليفل واحد، الليفل هذا موجود فيه حديد واكستراكتر المستخرجات هذه وديبوت او نقطة تجمع خلونا نسميها. شوفوا قاعدين ياخذون الحديد او الاور حق الحديد، نضغط هنا اتوقع اننا نحوله الى ستيل بار، نعم قاعدين نحول الحديد الى ستيل بار او حديد يعني مكون، والله ما ادري كيف اشرحها لكم. عموما هذه فكرة اللعبة، اننا نجيب موارد للعالم حقنا الجميل هذا. او تدرون هذا مو متصل مع اي احد، فعشان كذا مو قاعدين ننتج لنا اشياء، او المهمة ما انتهت، فعشان كذا لازم نجيب الفاكتوري نخليه هنا، هنا المفروض انه يكون متصل. ايوه تشوفون صار في سهم هنا، فكل الطائرات هذه متصلين مع بعض في السهم هذا، والمفروض انهم ياخذون كل الحديد يودونه الى المعمل حقنا اللي على هذا يصنع لنا ستيل او حديد مكون خلونا نسميه. الحين يبغالنا نصنع لنا مكان يجمعون فيه الحديد، تمام؟ هذا نقول جمع لنا ستيل بار او الحديد الطويل هذا، تشوفون كيف شكله حتى لونه مختلف. لا 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 بالغلط، لا لا يا غبي، او كسرتها، راحت الطياره، راحت الادوات الثانيه كامله. والحين يبغالنا نصنع شيء اسمه اسمبلي، نصنع مره ثانيه
هذا نخليه يصنع لنا الحين اكستراكتر. الحين بالحديد هذا اللي استخرجناه بعدين اللي هو الأور الحجارة الحديد الحجر اللي لسه ما تكون إلى حديد طوال، بعدين كوناه إلى حديد طوال، بعدين جمعناه هنا، بعدين الحين نقدر نصنع فيه اكستراكتر. وتشوفون الدائرة كيف قاعدة تتكرر مرة ثانية. فهذا الجميل في اللعبة. فالحين مهمتنا عشان نتعدى الليفلات يقول ابني 10 مستخرجات. شوفوا عندنا 3 هناك فوق على اليسار، فخلونا نبني أكثر من واحد الحين، نحطهم كلهم هنا. 2 3 نقدر نبني 4؟ أو لا والله ما نقدر. الحين بنينا كم؟ ما عاد عندنا، صار عندنا 0 حاليا. فبننتظر هذول لين نجمع حديد أكثر. تدرون هنا يبغانا نقطة تجمع أخرى، ونقول لهم سووا فيها ستيل بار. حلو حلو حلو، شوفوا قاعدين يحولونه هنا، ونقول لهم في نقطة التجمع هذه يا طويل العمر اصنعوا لنا اكستراكتر. ايوه تشوفون قام يجمعون الحين، كم عندنا اكستراكتر؟ شوفوا صنعنا 1 زيادة. فخلونا نرميه هنا عشان برضو يصير يستخرج لنا حديد أكثر. العالم جدا جميل حق اللعبة يا جماعة، وجدا عميق. تشوفون كل الألوان هذه الموجودة معادن مختلفة أخرى، فعشان كذا أنا جدا متحمس. والحمد لله أن الحديد حقنا لقيناه قريب من المنطقة حقتنا. شوفوا بنحط هذا هنا بس عشان نكمل المهمة. صح أن ما عنده نقطة تجمع يخلي الحديد تتجمع فيه، بس ما عندنا مكان آخر. والحين هذا لو نبنيه الحين تكتمل المهمة أو يكتمل الليفل الأول. نروح للليفل الثاني. الحين عندنا شيء اسمه ميكانيكال بارتس أو أجزاء ميكانيكية، وعندنا مصنع، وعندنا أسيمبلي بلانت ثاني، فعندنا مهمات أخرى كثير. خلونا الحين نشيل هذولي من هنا. أيوة حلو حلو حلو، شلناهم. الحين نقدر وش ذا؟ الله الله وش ذا كله؟ أيوة تشوفون نقدر نجي هنا نقول له حول الحديد إلى شيء اسمه ميكانيكال بارتس. بس مهمتنا الحين أننا نبني مصانع. المصانع تحتاج ميكانيكال بارتس، فخلونا نجي هنا نقول لا 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 وش ضغطت انا؟ اي فاكتوري، اصنع لنا فاكتوري هنا. انت اصنع لنا ميكانيكال بارتس او اجزاء ميكانيكيه. حلوين قاعدين ننتج والحمد لله قاعدين نستفيد من الموارد حقتنا. نحول الحديد الى اجزاء ميكانيكيه عشان نقدر نصنع فاكتوري، لان المهمه التاليه تتطلب منا ان نصنع 5 فاكتوري او 5 مصانع. اوه تدرون لازم هذول نحولهم الى ميكانيكال بارتس صح؟ ولا اتوقع هذول لازم نحولهم الى ميكانيكال بارتس عشان يجمعون manufactured products mechanical parts صح؟ ولا انا مضيع؟ اتوقع اني مضيع يا جماعه. اتوقع يا جماعه اني عرفت حاجه، والله العظيم اتوقع اني عرفت حاجه. كل منصه لازم نخصصها انها تجمع شيء معين، يعني المنصه هذه او نقطه التجمع هذه مخصصينها انها تجمع لنا الايرون، تمام؟ فهنا يجمعون الايرون، بعدين يشيلونه الى منصه ثانيه او الى المصنع هذا. المصنع هذا يحول الايرون اللي هو الحجاره الى حديد طويل. الحديد الطويل هذا ينشال يحطونه هنا. يتجمع الحديد الطويل هنا، شوف حنا مختارين انه يتجمع، بعدين يودونه الى المصنع هذا. تشوفون لو تلاحظون الطيارة هذه، شوف بياخذون الحديد اللي يجهز من هنا يودونه هنا، بعدين ياخذونه من هنا يودونه هنا، وهذه تصنع لنا ميكانيكال بارتس او شوف وداه هنا ميكانيكال بارتس او اجزاء ميكانيكية، على اساسها نقدر نصنع فاكتوري. ففهمتوا الفكرة؟ فالفاكتوري هذا اتوقع اننا بنشيله، تمام؟ صار عندنا واحد صح؟ وين راح الفاكتوري حقنا؟ او ما عاد عندنا موارد، ليه ما رجعت الموارد حقتنا طيب؟ او اسمبلي، نبغى اسمبلي هذا. هذا المفروض يصنع لنا فاكتوري، ايوه. حلو، تشوفون كيف؟ الحين صاروا ياخذون الميكانيكال بارتس او الاجزاء الميكانيكيه يصنعون فيها مصنع، لان هذه مهمتنا اننا نصنع 5 مصانع. الحين احنا عندنا 3، باقي لنا 2 فقط ونخلص. شوفوا صار عندنا مصنع واحد، خلونا نحطه هنا الحين. يبقى لنا واحد فقط. طبعا ما يحتاج اننا نخليه يسوي شيء، احنا بس نبغى ننجز المهمه عشان تفتح لنا ليفلات اكثر بس. وهذا المصنع الاخير وخلصنا المهمه، بس يبغى لنا نبنيه وانتهينا. هذا ليفل 2، خلصنا من ليفل 2. نجي ليفل 3. شوفوا الاشياء اللي فتحنا كونكريت اللي هي صبه، وشاحنات، وطريق، وسبلاي سنتر مركز مؤونه، ورود ستوب منطقه توقف. الله وش ذا الاشياء. بس الحين مهمتنا يقول لك وصل السكان حقينك الى 10. طيب المفروض انها سهله. لو نجي هنا وين؟ اي هذه الرياض، نجي للرياض، تمام؟ هذه الرياض. نبغى نخلي نبغى الموارد هذه حقتنا تتجه للرياض. ليش؟ لان اذا وصلت الموارد هنا الناس تبدا تتكاثر وينتجون اكثر. فنجي عند سبلاي سنتر، يبغى لنا 4 صبه. طيب الصبه كيف تنصنع؟ الصبه يبغى لها سيلفر. اوه يبغى لنا معدن ثاني اسمه سيلفر. هل هذا سيلفر او هذا اللي فوق ممكن؟ يس هذا سيلفر. فنفس الفكره مره اخرى الحين نعيدها مره ثانيه. خلونا نحط الحفارين هنا، 1 2 3، تمام؟ بعدين نجيب الديبوت هذه، 1
او ما عندنا ديبوت، لازم نروح عند المصانع الحين نقول لهم اصنعوا لنا ديبوت او نقطة تجمع. فأتوقع انكم فهمتوا الفكرة الحين صح؟ هذول نحولهم الى ديبوت، وهذا برضو نقول له اصنع لنا ديبوت. حلوين، الحين المفروض امورنا طيبة يا جماعة. صار عندنا الحين يا جماعة 2 ديبوت، فنقدر نقول هنا واحد ونقول له جمع لنا سيلفر. والله لحسة ترى، والله مرة لحسة لو تلاحظون، ترى جدا لحسة. بديت انا اصلا ادوخ مع الوقت لان هذا ولسه تو ما عندنا الا معدنين فقط. طيب الحين نبغى نحول السيلفر هذا الى كونكريت او الى صبة. فتشوفون بدأت الطيارات تاخذ السيلفر تحولها الى صبة. حلو، بعد ما نحولها الى صبة نبغى نصنع لنا سبلاي سنتر. الحين نجي عند الاسمبلي هذا، نقطة التجمع هذه، ولا ما نقدر نبنيها. اوه نايس، ما شاء الله ما عاد عندنا موارد يا شباب. نجي عند ذولي نقول لهم اصنعوا لنا اسمبلي بلانت. البلانت يبغى ميكانيكال بارتس، انا لله اذا الميكانيكال بارتس. نجي هنا نقول اصنعوا لنا ميكانيكال بارتس، نجي لهذولي، ايوه خلي يستخدم الحديد اللي هنا يصنع فيها ميكانيكال بارتس، ونخلي هذه المنطقه تجمع لنا الميكانيكال بارتس هذولي. انت يا المنصه جمعي لنا ميكانيكال بارتس، بعدين وديه هنا وصنعوا لنا اسمبلي بلانت. حلو، فهمتم الفكره اتمنى يعني. الحين نجيب هذه نحطها هنا ونقول له اصنع لنا سبلاي سنتر. حلو، ليه ما يصنع سبلاي سنتر؟ تحتاج كونكريت. لازم منصة صح؟ طيب اتوقع لازم نحط منصة هنا بينهم، نقدر؟ ونقول له شيل في المنصة هذه الصبة. ايوه تشوفون ياخذ الصبة. اي صار يوديها مباشرة، شو الفائدة؟ انا لله، شو الفائدة يا خوي؟ الحين بيصنع لنا سبلاي سنتر او منطقة مؤونة، خلونا نسميها مركز مؤونة. المركز هذا إذا خلصناه أو إذا جهز خلاص، نروح نصنع في المنطقة حقتنا الأساسية أو قلب المدينة، ومن هنا تبدأ النهضة البشرية الريفولوشن. لو تلاحظون المنطقة هذه حرفيا ما في إلا مكوك فضائي وطاقة شمسية بس، لكن مع الوقت كل ما جبنا لهم موارد أكثر كل ما زادت الأشياء اللي ينتجونها أكثر. أوه حلو، قدرنا نسويه الحين. طيب خلونا نقطة هنا. حلو، بس شوفوا صار من نفس المنطقة صح؟ خلصنا مهمتنا المفروض. شوفوا طبعا المهمة أصلا يقول وصل عدد السكان إلى 10، احنا عندنا 9 بس، يبغى لنا نسوي طريق الحين تدرون. او دقيقه وقف سبلاي سنتر انت. نبغى نسوي الطريق، وش يحتاج؟ يحتاج صبه، ومن هنا نقدر نسوي، سوي لنا رود بالله. حلو، خليه يسوي لنا الطريق هذا. تمام، الطريق يحتاج صبه واحده فقط. انت يا خوي جمع لنا اكثر، ايوه جمع لنا صبه، بنكثر من الحفارات هذولي اكثر واكثر. طيب دقيقه، انت ايش تجمع؟ لا مو تجمع صبه، جمع سيلفر. اوكي حلو، وانت صنع لنا، حول الصبة الى سيلفر، وهنا تجمع لنا كونكريت. حلو حلو حلو، انت حول لنا السيلفر الى كونكريت. ماشيين صح يا جماعة الخير، امورنا طيبة ان شاء الله. الحين بس يجهز، شوف عندنا 4 شوارع ما شاء الله، تشوفون كيف. طبعا فكرة الشارع انك ترسمه حرفيا من منطقة الموارد الى المدينة. لازم تسوي اول شيء حتى تسوي محطة توقف، تدرون يبغى لنا محطة. ليش ما نسوي هنا برضو محطة؟ هن بس مشكلتنا ان الطيارات ما ينتقلون مسافة كبيرة، ينتقلون مترين اتوقع وشي زي كذا. فتدرون ليش ما نصنع لنا برضو هنا فاكتوري على اليسار، فاكتوري تمام، وبعد الفاكتوري هذا نخليه يجمع لنا، يحول السيلفر الى كونكريت، وبعد الفاكتوري نسوي اسمبلي، هذا يحول يسوي لنا رود او شارع. نقدر كذا؟ ما نقدر صح، لازم محطة، هذه محطة تجمع، نخليه في المحطة ذي كونكريت. حلو، الحين بياخذون الصب، ايوه تشوفون كيف؟ الطيارة هذه حرفيا المنصة هذه قصدي مهمتها انها تكي فيها الطيارة وتنقل لنا الصبة من هنا إلى هنا. خلونا نشوف الشوارع اللي عندنا، عندنا 15 شارع، بس لو تلاحظون يعني لو نسوي الشارع هذا كيف أسويه؟ شوف أحمر ما يوصل. دقيقة، احنا متحمسين هنا في الحديد مرة. قاعدين نصنع أشياء ما توقعنا أنها في حاجتها. قاعدين هنا قاعدين نصنع، وش نصنع هنا؟ ايه والله ما ادري. حلو، الحين عندنا محطتين توقف، خلونا نسوي المحطة الأولى هنا. تمام، زي الدوار تقريبا، نبدأ بالشوارع. أيوه تشوفون الشارع ما يوصل، يبينا هنا إلى الرياض تقريبا. شوف ما يوصل، ليش جاي معوج يا أخي؟ نبغى سيدة. ما يوصل، لا يبغى لنا والله واجد، احنا عندنا 29 فقط. شوف 29 لين وين توصلنا؟ لين هنا. لا مطولين شوي، يبغى لنا أكثر. دام عندنا محطتين توقف، خلونا نحول هذا إلى شوارع. تمام، ونقدر دقيقة، خلونا نصنع شاحنات، نصنع شاحنات يا جماعة أفضل. نخلي هذا يحول إلى ميكانيكال بارتس، أو الميكانيكال بارتس يبغى ما يندنا نصنع شاحنات هنا. خلونا الحين نصنع
شوارع، برضو نصنع شوارع. خلونا نحط المحطة الثانية حقة التوقف هنا، تمام؟ وبرضو يبغى لنا محطة ثانية عشان الجهة الثانية، ترى المعلومية حتى هذولي نبغى نوصلهم شارع عشان يصيرون يوصلون الحديد مباشرة هناك. بس قبل ما نسوي الشيء هذا يبغى لنا الحين هذا وش ميكانيكال بارتس، وهذا وش يصنع لنا ستيل. طيب هذا يبغى لنا نحوله الى شاحنات. حلوين، قاعدين نصنع الشاحنات الحين يا جماعه الخير. بس تدروا ايش الصدمه؟ ست سنوات، ست سنوات وحنا على الكوكب هذا ومع ذلك ما سوينا الا اشياء بسيطه. عموما اتوقع ان الشوارع الحين كافي عندنا 8 3 4، كم والله ما ادري كم الرقم ذا، بس 84 شارع. ودي ان يكون سيده بس ما نتوقع اننا نقدر، لكن بسم الله الرحمن الرحيم سوينا الشارع اللي يربط بين مركز المدينه وبين منجم السيلفر، اللي هو سلفر، اللي هو سلفر، والله ما ادري ايش اسم الزبده، الرصاص، الرصاص اتوقع. الحين نجي للشاحنات، ما صنع عندنا ولا شاحنه. وين الشاحنات شباب؟ باقي ما صنعت اتوقع، المفروض انهم هنا يجهزون. انوال برودكشن، اوه كل سنه يصنع لنا 12 شاحنه، حلو حلو، يعني امورنا ان شاء الله بتكون طيبه. نصنع 12 شاحنه ولا وينهم؟ اه لازم نحدد الطريق. طيب هنا الاوريجن، ينطلقون من هنا. لا لا عكس عكس يا خوي، لا عكس عكس، لا 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 دقيقة، هنا أجل تكون ديستنيشن، هنا الوجهة. وات ماني فاهم ذا. أيوة تشوفون كيف المفروض الحين أن الشاحنات تنطلق من هنا تأخذ حمولة. بس يا أخي وين الشاحنات؟ ما أشوفهم، كيف أقدر أستخدمهم؟ شوف ما هم طالعين لي هنا، كمان مين؟ آه جبنا العيد يا جماعة، تدرون هذا لازم نشيله لا يروح الطريق كامل. حلو نحطه هنا بالضبط، لازم يكون قدام المصدر. اها الحين عرفت، بعدين نجيب الطريق نخليه هنا. حلو هذه حاجه. الحاجه الثانيه برضو هنا نفس الشيء، لازم يكونوا قدام المصدر بالضبط. هل هذا المصدر المفروض؟ المهم يا جماعه وضحنا الحين الطريق، بس لا احنا عاكسين، ما نبغى نروح من العاصمه الى المنجم، لا نبغاه العكس. فتشوفوا الاسهم كيف صارت، ونقدر نزيد عدد الشاحنات، عندنا 7 شاحنات، فخلونا نحط كل ال7 شاحنات او 8 شاحنات. تشوفون كيف كلهم يوصلون البضاعه الى منطقتنا الجميله هذه. تشوفون الشاحنه هذه، هذه اول مركبه راح توصل لنا يا جماعه الخير. لكن السؤال هو ليش عندنا 7 فقط؟ اتوقع ان عندنا اكثر، او توقعت ان عندنا اكثر. شوف قاعدين نصنع هنا الحين، كم عندنا المجموع كامل؟ قاعدين نصنع شاحنات اكثر من 7 المفروض، او الطريق الواحد يكفي 7 مثلا، والله اني ما ادري يا جماعه. لكن وصلت اول شاحنه ولا باقي؟ او هذه جايه في الطريق، هيا اسرع عاد. ايوه ابغى اشوف ايش راح يصير كاول شاحنه. بسم الله وبركة الله، نقدر نزيد شاحنتين زياده. نزل بضاعه لو سمحت، هيا نزل بضاعه، ايش تنتظر؟ ليش كذا ينتظرون؟ هيا الله الله كلهم يا شباب نزل بضاعه هنا. اتوقع اني احتاج هذا الديبو، ما ادري ايش اسمه، اقدر ابني هنا ونقول له كونكريت ونشغل. ايوه الحين الطياره هي اللي تصير تنقل البضاعه، الحمد لله عرفنا. نقدر نزيد شاحنات اكثر، بس خلونا نشوف الحين وش الفائده. انوال سبلاي ديماند يحتاجون 10، تدرون خلونا نزيد الشاحنات دام حاليا عندنا 13 شاحنه ما من امهم اي فائده، فخلونا نزيدهم واي نوت. وبرضه الحين يبغى لنا نسوي طريق ثاني يودي هنا من المنطقه الاخرى هذيك، فخلونا نقول لا تدرون يبغى له مكان ثاني، الطريق الثاني لازم له مكان ثاني لانه يستخدم موارد اخرى، فهذا منطقي اكثر. خلونا مثلا نرميه، المشكله ما ودي احطهم كلهم جنب بعض كذا، لو نرميه هنا مثلا ونجي عند الديبو هذا ونرميه هنا، نقول له انت تمسك حديد صح؟ تدرون يبغى لنا نصنع هذولي بعد اكثر كونكريت. ايوه وصلوا كونكريت هنا تمام لين هنا عشان حتى الشاحنات تصير ايوه تشوفون بدوا ينقلونه عشان الشاحنات برضو تصير تاخذ من المنطقه هذه كذا افضل. المهم مشكلة نسوي هنا؟ اوه مدينتنا صار فيها 10 سكان، ليتس جو، يقول لك ريتش بوبليشن اوف 10. اي اوكي احنا 10 الحين، ايش في؟ هذا 10 صح؟ هذا عدد السكان. طيب ليه ما حسب لنا؟ عموما هذا ابغى احوله حديد بس ماني عارف كيف، لكن بنسوي طريق الحين. لا لازم نسوي محطة وقوف تمام؟ بعدين ناخذ الطريق هذا ونوصل لين، اوكي يبغى لنا محطة وقوف أخرى هنا، ونحط الدوار. ليه ما ينحط؟ ما نقدر نحطه في، يا ليل ما نقدر نحطه في وسط المنطقة صح؟ لازم نحطه برا اتوقع، لأنه ما عندنا شيء، صفر اصلا. وش يتطلب هو طيب؟
يبغى له صبتين، ان لله نجي هنا عند هذا اللي يسوي شوارع نقول له يا شارع سوي لنا دوار او محطة توقف. سكاننا 12 يا جماعة، هلا اي تشوفون التوسع كيف اللي اقصده؟ تشوفون صار في عندنا الواح طاقة شمسية. بس مرة مو عاجبني ان الطريق قاعد يمر من نص المستعمرة حقتنا، يبغى لنا نخلي الطريق خارجي شوي. بس مو مشكلة مبدئيا، الحلو في الموضوع اننا نقدر نشيل هذه ونصنعها بعدين او نبنيها بعدين اذا احتجنا. نجي الحين هنا نحط الدوار هنا ونكمل بالطريق حقنا هذا الى هنا. حلو، الحين المفروض فتحنا ليفل جديد، ليتس جو، صار عندنا 16 مواطن. الحين تبدا تتصعب او تصعب اكثر واكثر. والله مره مستمتع يا جماعه الخير جدا، اتمنى انكم برضو مستمتعين، لاننا راح نوقف الفيديو هنا في الحلقه هذه او في الجزئيه هذه. اذا انتم متحمسين لها اكتبوا لي تحت في التعليقات عشان نكمل لها اكثر واكثر، ونشوف كم نقدر نوصل عدد السكان، ونشوف كيف شكل المنطقه حقتنا يوصل ويصير. هذا اللي كان عندي اليوم، اتمنى الفيديو عجبكم، ولا تنسون تدعمونا بزر لايك، تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات. السلام عليكم.